عندما يتعلق الأمر بالأسلحة القتالية، فهذه المفترسات مدججة بالسلاح، من العمالقة الجياع إلى أصغر المرعبين. فالأنياب الحادة كالنصل والفكاك الساحقة للعظام ستأخذ حصتها من هذه المنافسة. حين تكون بهذا الحجم، لا يتطلب الأمر إلا عضة واحدة، ومن ثم وداعاً. قد لا يكون اليوم العادي في حياة فرس النهر كما تتوقع، فهي مسالمة بشكل مثير للدهشة بالنسبة لعملاق يزن كسيارة. وهي نباتية وتحب اللعب في الطين، تتعايش بلطف مع الطيور، وتمضي ما يقارب 16 ساعة من كل يوم في الماء، معظمها في الاسترخاء فقط. فبركة مياه في السافانا الإفريقية هي بمثابة واحة صافية لفرس النهر، إلا إذا أثار غضبه شخص ما أو شيء ما. تحب الذكور تحديد مناطقها بشكل خطير، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن بركتها. في زامبيا، كان فرس النهر هذا يستمتع بسباحة هادئة، إلى أن ظهر ضيف غير مدعو ليتحداه في ميدانه. باكتشافه للخطر، يطلق هذا العملاق ذو 3636 كيلوغراماً العنان لفكيه الجهنميين. بقدرتها على فتح فكيها بزاوية 150 درجة، تمتلك حيوانات فرس النهر أحد أشد العضات قوة بين الثدييات على اليابسة. يمكننا أن نقول أن ما يحطمه فرس النهر غير قابل للإصلاح. والخلاصة، للحفاظ على السلم، لا تعبث مع فرس النهر. تعد السنوريات قتلة حتمية، ويستخدم أغلبها ذات الطريقة، العض في الحنجرة. قد يكون أمراً عبثياً وبطيئاً، بطيئاً جداً بالنسبة لإحدى السنوريات. فالفهد لا يتجه نحو الحنجرة، بل نحو الدماغ، فيسبب الموت المباشر بعضة واحدة شديدة القوة. والسر وراء موهبة الفهد في شق الرأس هو أنيابه الضخمة، فهي طويلة وحادة بشكل كاف لثقب جمجمة الضحية وإنهاء كل شيء بلمح البصر. تجد الفهود تقوم بمطاردتها في كل أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية، وطولها 248 سنتيمتراً ووزنها 68 كيلوغراماً. لا تخاف من المياه، ولديها القوة الكافية لكسر قوقعة السلحفات. ولكن بالرغم من ضخامتها المعيقة، تعد الفهود سادة القتل بالسرعة الخاطفة. يتماهى معطف الفهد المنقش مع ظلال الأدغال حين يستعد للهجوم. اليوم إنه يحدق في جمجمة خنزير البكار السميكة، وبعد ذلك بعضة واحدة تنتهي اللعبة. قد يحصد أولاد عمومتهم في إفريقيا وآسيا الشهرة كلها، ولكن عندما يتعلق الأمر بفن قضمة الموت، الفهود هم ملوك الأدغال. إنه في قمة مفترسات الهرم الغذائي،
بفم ذو أبعاد أسطورية. تمساح المياه المالحة، صاحب أقوى عضة على وجه الأرض، حيث يستطيع فك التمساح السحق بقوة 1630 كيلوغراماً. وبهذه القوة يمكنه أن يصنع وجبة من أي شيء يريده، كسلحفاة البحر أو حتى أسماك القرش. إنها تنتشر من جنوبي آسيا وحتى أستراليا. كما تعد هذه القتلة عن طريق الكمائن سيئة السمعة أكبر التماسيح في العالم، حيث يصل طولها إلى 6 أمتار. لقد سجل طول هذا الوحش المخلد في هذا التمثال بأكثر من 8.5 أمتار، وهذا كبير بما يكفي لصنع وجبة من اللحم المفروم من جاموس الماء الذي يزن طناً واحداً. تعتبر تماسيح المياه المالحة من سباحي المسافات الطويلة عندما تدفعهم الحاجة للطعام، فيرتحلون مئات الكيلومترات في عرض البحر، وهم انفراديون عادة، إلا أن شيئاً واحداً يمكن أن يجمعهم معاً، وهو الطعام. وقد يؤدي جوع هذه المجموعات الوحشي للحصول على وجبات فظيعة كالبشر. في عام 1945، وخلال معركة جزيرة رامري، فر أكثر من 1000 جندي ياباني إلى داخل مستنقع، وقد حاصرتهم القوات الحليفة، لكنهم رفضوا الاستسلام، فتولت تماسيح المياه المالحة بقية المهمة، ولم ينجو من هذا الهجوم سوى 20 جندي يابانياً. هناك منافسة شرسة على لقب أكثر الزواحف شراهة في العالم، إلا أن هذا هو نوع من التحديات الأنسب لتماسيح المياه المالحة. كبير وفي الخدمة، هذه هي العلامة التجارية لهذا الملك القطبي. يحمل هذا الإمبراطور المنفرد تاج أكبر لاحم على اليابسة في العالم، فمملكته في القطب الشمالي الشاسع مكان قاس ونائن، يكون كل يوم فيه بمثابة صراع أسطوري من أجل البقاء، ليتمكن من البقاء على الدب القطبي أن يكون ماهراً بتفكيره وأساليبه على حد سواء. إنه مجهز بأفضل معاطف الفراء فعالية في الطبيعة، بطبقة داخلية تحفظ الحرارة وطبقة خارجية تمنع الماء والجليد، كما أنها تسمح لهذا المفترس بأن يسافر مئات الكيلومترات، بينما يعكس لونه الضوء ويندمج مع محيطه. ولكن حتى الملوك لديهم مشاكلهم، فعالمه مصنوع من الجليد، ولهذا فهو يذوب ويتحرك باستمرار. وهنا يأتي دور أطرافه، فهي عريضة تمكنه من الحفاظ على توازنه، ومغطاة بالفرو، ومدعمة بمخالب تتشبث بالجليد. وعندما ينتهي الجليد تظهر لها وترات جزئية تمكنها من ثنيها كالمجاذيف عندما تسبح، أي ما يزيد عن 96 كيلومتراً في الجولة الواحدة. ولكن لكي يتمكن من هذا عليه أن يتناول كمية كبيرة من الدهون يومياً، كما لديه فكان قويان يمكنه من إتمام الصفقة. معتقدة أنها بأمان، تطفي هذه الفقمة رأسها على السطح للحصول على بعض الهواء، فليست لديها أي فكرة أن الدب القطبي يقوم بجرد حساباته. ما النتيجة؟ فقمة ميتة وملك ملطخ بالدماء ومدخم. إنها تطارد وتزحف وتنتظر. تعرف قتلة الخلسة أهمية الصبر،
تعرف الأزهار البيضاء بأنها رمز البراءة العطر، فما هو الشيء الفتاك في هذه البراعم الخيرة؟ ها هي العنكبوت السلطعون، إنها تشن حرباً من الدمار الرقيق. بينما تحيك العناكب الأخرى شباكاً لتصطاد، فإن أسلوب هذه المفترسات الفتاكة هو التخفي والمفاجأة. تختبئ في مكان مكشوف فتنتظر وتتحرك. هذا الفخ دقيق كالليزر. يقبض العنكبوت على الفراشة بأرجله، ثم يعض فيشلها ويقوم بمصها حتى تجف. ولكن ليست كل الزهور بيضاء، ولهذا عندما لا تجد العناكب أزهاراً بيضاء تساعدها في الصيد فإنها تتكيف، وهذا يستغرق بضعة أيام، ولكن عليها أن تأكل. حان وقت العمل السري. تعمل طبقتان من الخلايا دوراً هاماً في هذا، فعندما تكون الطبقة العليا خالية يبدو العنكبوت أبيض اللون، ولكن عندما يرى زهرة صفراء فإنها تصنع صباغاً أصفر في الطبقة العليا. أما الطبقة السفلى فتعمل كمرآة تعكس الضوء عبر الصباغ الأصفر، فتبدو العنكبوت صفراء اللون. الآن بعد التخفي، ما على هذه المتحولات متغيرة اللون إلا الجلوس وانتظار قدوم ضحيتها. لماذا تنسج الشباك إذا كنت تستطيع تغيير لونك ببساطة؟ في سهول إفريقيا، من الصعب جداً تجنب السقوط ضحية للسنوريات. إنها سريعة وجائعة وعدوانية، ولكن هذا الفتى يذهب الأمور إلى مستوى آخر. إنه يهاجم من الأعلى. تعد النمور المرقطة خبراءً في الكمائن الهجومية، متسلقة الأشجار ومموهة نفسها بأوراق الشجر. في الحقيقة تعتبر الشجرة كقلعة للنمر المرقط، ففيها ينام ويقوم بتدريباته. وفيها يجلس بصمت يستطلع ضحيته باستخدام أذنيه لالتقاط موجات صوتية أكثر بخمس مرات من الإنسان، ينتبه حتى لأضعف الأصوات. يسمع هذا النمر المرقط شيئاً، إنه غزال الإمبالا. تكتم أقدامها الناعمة أصوات حركتها بهدوئها وترويها. في الواقع هذا ليس عادلاً أبداً، لأن هذا الغزال لا فكرة لديه أنه يفترض به النظر للأعلى. يكون القتل على شكل عضة في الرقبة. وليحافظ النمر المرقط على وجبته، يجر غزال الإمبالا إلى موقعه في الشجرة. حيث ستكون الوليمة لبضعة أيام.
أحد المقيمين البريين في البرازيل يشتهر بعاداته الغذائية العجيبة. إنه مخلوق يبعث اسمه رعشة في العمود الفقري، الخفاش مصاص الدماء، الثدي الوحيد في الأرض الذي يتغذى على الدماء فقط. إنه لا يحط على ضحيته مباشرة، بل يهبط بالقرب منها ويتسلل باتجاهها. يستخدم مصاص الدماء الصغير هذا حساسات الحرارة الموجودة على أنفه للتركيز حيث يكون الدم الحار قريباً من سطح الجلد. وعلى عكس مصاص الدماء في هوليود، لا تمص الخفافيش الدماء عن طريق أنيابها الجوفاء، بل تستخدم أنيابها الكلابة لتشرح الجلد، ومن ثم تلعق الدم المتدفق بلسانها. تجعل مضادات التخثر القوية الدم يستمر بالتدفق حتى يشبع مصاص الدماء. يستطيع الخفاش الذي يزن 62 جراماً مضاعفة وزنه بوجبة دموية واحدة. الخفافيش مصاصة الدماء هي الخفافيش الوحيدة التي بإمكانها الإقلاع من الأرض مباشرة. لدى عودتها إلى أوكارها، نكتشف جانباً عن هذه الحيوانات المفزعة. إنها تتشارك وجباتها الدموية مع عائلاتها وأصدقائها. قد لا تكون عضة الخفاش مصاص الدماء قاتلة، ولكنه في بحث دائم عن الدماء. تبدو العديد من كبار حيوانات الصيد مناسبة لأداء هذا الدور، ولكن من الصعب تخيل بعضها كقتلة وحشيين. حيث يبدو مظهر فقمة نمر البحر خادعاً على اليابسة، وفي المياه فإنها أحد الصيادين القطبيين الأكثر خطورة. أما على الشاطئ فبالكاد تستطيع الفقمة البالغة جر نفسها، ناهيك عن أن تشكل أي خطر حقيقي. لا يعني نمر البحر بالنسبة للبطريق أكثر من كومة معيقة للسرعة، بالرغم من أنها كومة كبيرة معيقة للحركة، حيث تبلغ 3 أمتار طولاً وتزن حوالي نصف طن. ولكن عندما تنزل في المياه فإنها تتحول كلياً. بجسدها الانسيابي وزعانفها القوية، يمكنها أن تصل لسرعة 80 متراً في الساعة، وتتغير بلحظة. قد لا تلاحظ ميزتها الأكثر رعباً حتى تفتح فمها. أنياب كلابة حادة بطول 2.5 سنتيمتر. أساليب الفقمة بسيطة للغاية، فهي تسبح إلى حدود مستعمرة البطريق وتبقى تحت الماء بعيدة عن الأنظار، ولا توجد أي تعقيدات في عملية القتل أيضاً. تمسك البطريق من قدميه وتضربه عدة ضربات تحت سطح الماء حتى يتحطم بكل معنى الكلمة. ومن ثم يمكنها أكل اللحم والأجزاء الدهنية، تاركة ما تبقى منه يطفو بعيداً. إذن فقمة نمر البحر هي نسخة القطب الجنوبي من أسماك القرش بشهيتها التي لا تضاهى. يضفي سريعو الالتهام معناً جديداً على عبارة تناول وجبة سريعة. يوجد في مستنقعات وأنهار الجنوب الأمريكي مخلوق يجلس ساكناً جداً، ويبدو أنه يعيش حياة ذات إيقاع بطيء. لكن لا تنخدع بهذا، فلديه فك كشعيرة الزناد. لدى سلحفات القاطور النهاشة شهية نحو الطعام الطازج، فحتى الأسماك تؤكل قبل أن تعرف أنها ميتة. تزن السلحفات بحجمها الهائل 100 كيلوغرام،
فتمضي أغلب حياتها تقريباً تحت الماء، وتطفو من أجل التنفس فقط كل 40 إلى 50 دقيقة. ففي الليل تتجول باحثة عن نباتات أو جيف لتأكلها. أما في النهار فالأمر كله كمين، فلدى سلحفاة القاطور النهاشة قطعة صغيرة من اللحم مصممة للاستدراج، تبدو كدودة تتلوى في فمها. تجد الأسماك الطعم لا يقاوم، غافلة عن الوحش الكبير عديم الحركة، وبلحظة واحدة يطبق الفكان المعلقان على الضحية كلها أو يخرقها. لذا من السهل أن تعرف لماذا يحترم الباحثون والصيادون هذا الفك، لأنه بعضة بهذه السرعة يكون الحصول على وجبة أمراً بلمح البصر. فهد الشيتا وصقر الشاهين هي أسرع الحيوانات على وجه الأرض، ولكن يوجد حيوان بلا أرجل أو أجنحة وكذلك سريع كالبرق بأكثر من طريقة. إنها أفعى المامبا السوداء. إنها مخادعة ومنزلقة، ويصل طولها إلى 4 أمتار و26 سنتيمترا تقريباً. يمكنها أن تتحرك بسرعة أكثر من 19 كيلومترا في الساعة لتكون أسرع أفعى سامة في إفريقيا، وهي تستخدم هذه السرعة لحماية نفسها من المخاطر، وتعتمد على نوع مختلف تماماً من السرعة لأداء مهاراتها الفتاكة. فتبدأ بلسانها سريع الحركة، إنه عضو سريع يخرج ليستشعر رائحة الضحية، وحيث تكون قريبة يتوقف وينتظر الجرذ ضعيف الرؤية ليأتي إليه عن طريق الخطأ. وهنا تدخل مهارة سريعة أخرى في المعادلة، إنها الهجوم الذي يحدث في جزء من الثانية. إلا أن قوة هذا المحارب الفتاكة الحقيقية تأتي من شيء لا يستطيع ضحاياه رؤيته، وهو سمه سريع المفعول. تصيب هذه السموم الأعصاب بالشلل وتقتل بسرعة كبيرة، حيث يموت الإنسان منها خلال 20 دقيقة، أما الفراخ الصغيرة فتنتهي خلال وقت أسرع. على أي حيوان يرغب بالقضاء على أفعى المامبا السوداء أن يجهز وصية موته أو أن يكون سريعاً جداً؟ لنقابل هذا النمس، إنه ثدي من عائلة السموريات. إنه يجعل المامبا تبدو حمقاء. يراوغ النمس المندفع كل هجمة من الأفعوان، وعندما تحين اللحظة الأنسب يسجل ضحية في أقل من ثانيتين. تتغذى النموس المنتشرة من أفريقيا إلى جنوبي آسيا على أي نوع من اللحم، ولكن لها ذوق خاص في الأفاعي ما يجعلها سيئة السمعة. وكر الكوبرا لذيذ. بالطبع الكبار هم من يشكلون تحدياً. الهند موطن قاتل مروع. كوبرا الملك، إنها سامة جداً وسريعة كالبصر.
أي كما يفضلها النمس. إن سم الكوبرا غير فعال لدى النموس، ولكن عضتها قد تسبب التهاباً خطيراً. حين تحاصر تمضي الأفعى للهجوم. لدى هذا العفريت ذو السرعة الضارية ردات فعل ممتازة تناسب كل حركة للأفعى ذات القلنسوة، وبعضة قاتلة تنتهي المعركة. حصل على الوجبة. رأينا السرعة الكبيرة التي ينجز بها أفراد مملكة الحيوان عمليات افتراسهم، إلا أنه لدى مملكة النبات لحمها الخاص سريع القتل. تفضل بالدخول إلى نبتة خناق الذباب. حقيقة لا تدخلها، لأنك قد لا تخرج منها أبداً. قد تبدو كوحش من وحوش المستنقعات الحقيقية، إلا أنها في الواقع نبات محلي في أمريكا الشمالية، حيث أثارت ظروف التربة الفقيرة شهوات لاحميها. عندما تمس الحشرات الشعيرات الصغيرة لفم خناق الذباب، فإنه يطبق في غضون عشر من الثانية، كما تزيد محاولة الهرب من إحكام المصيدة، فتقوم الأنزيمات بهضم الضحية المسجونة على مدى عشرة أيام. وبينما قد تكون الحشرات هي الطريدة الاعتيادية لخناق الذباب، إلا أنها معروفة بخوض ألعاب أكبر من ذلك، فعادة تشتهي عيونها أكثر مما تحتاجه، ولكن العيون تنال ما تريد أحياناً. إذن راقبوا مملكة الحيوان، فعندما نتحدث عن الفتاكين في أجزاء الثانية سنجد خناق الذباب بانتظارنا. يرى هذا المخلوق العالم بطريقة مختلفة، فبالنسبة له ليست الغابة ميداناً للأخذ والرد، لا مساومات ولا صفقات. تعد الحرباء سفاحاً في مملكة الزواحف، وويل لأي حشرة تقف في طريقها. عندما تصطاد تزحف وتتسلل بحذر كي لا تزعج أي فريسة مطمئنة، وبينما تتابع تقوم بتغيير لونها وتضبط درجة حرارتها وتندمج بالأجواء المحيطة. وبقدرتها على الرؤية بزاوية 180 درجة لا يفوتها أي شيء، ولا حتى صرصار. ليست بحاجة لأن تكون قريبة، بل في الحقيقة من الأفضل ألا تكون كذلك. في أجزاء من الثانية تطلق الحرباء لساناً من جحيم، فيصل إلى ضعفي طول جسمها. يتسارع الانطلاق من سرعة صفر إلى 6 أمتار في الثانية، وتهلك الحرباء فريستها. إلى اللقاء أيتها الحشرات. متربصاً في أعماق بحيرته الإيرلندية، يقبع هذا المخلوق الشهير بالقتل عن طريق العض باللسعة الفائقة. إنه وحش مياه حقيقي، سمك الكراكي الشمالي. سمي بهذا الاسم لأن شكله يشبه سلاح العصور الوسطى الفتاك، لأن هذا السمك قاتل. يصطاد سمك الكراكي بسرعة صادمة، وبفم مليء بالأسنان الحادة كالإبر، ما يبقيه محتلاً لعرش السلسلة الغذائية في المياه العذبة. يأكل سمك الكراكي الشمالي الكثير في المناطق التي يتعدى عليها، لذا يخل بالتوازن البيئي بعض الشيء.
إلا أن صائد الأسماك الملتهم هذا لا يتغذى على الأسماك فحسب، إنه يحب اللحم والسمك. فقبل أن يعرف فأر الحقل هذا ما الذي يجري، قد أصبح طعاماً لسمكة، ولكن جوع الكراكي لا يتوقف عند هذا الحد، فقد نمت لديها شهية نحو الطيور المائية الرقيقة الصغيرة. لم يحصل فرخ البط هذا على فرصة قط، لقد سقط بعضة واحدة فقط. لكن ما يعطي سمك الكراكي السمعة بأنها شرهة حقاً هو عادة حشو فمها بالطعام، فبعكس سمك البيرانا تفضل ابتلاع كامل السمكة. تستخدم عصارتها المعدية عالية الحموضة لكي تتمكن من الأكل مجدداً، ولكن قد تكون هذه الطريقة ذات ردة فعل عكسية، فأسماك الكراكي تقدم أحياناً أكثر مما تستطيع مضغة، فتختنق حتى الموت بوجباتها ذات الحجم الكبير. بسبب نظامها الغذائي القائم على المأكولات البحرية، فهي تأكل كل شيء تراه تقريباً. هل يوجد ما هو أخطر من فم مليء بالأسنان؟ فما رأيك بحشد من الأفواه المتجهة نحوك مباشرة؟ بين جميع مجموعات الصيادين تعد هذه من أكبرها، في السافانا الإفريقية تتربع الأسود عرش السلسلة الغذائية، تقوم الإناث بمعظم الصيد بينما يرتاح الذكور ويحمون حدودهم. تعول الأسود على العمل الجماعي لتبقى على قيد الحياة، ويهاجمون ضحايا بضعفي أحجامهم. قد يزن الحمار الوحشي الكبير أكثر من نصف طن، يمكن لركلة واحدة من هذه الحوافر أن تكسر فك الأسد. تجيد الأسود العدوى السريع ولا تجيد جري المسافات الطويلة، فيمكنها الوصول إلى سرعة 55 كيلومتراً في الساعة، ولكن لعدة ثوان فقط. إنهم يتجمعون ويقتربون من فريستهم من زوايا مختلفة. تعلمت حمير الوحش الحفاظ على مسافة أمان، إلا أن أحدها يوشك على خرق أول قاعدة في الصيد، وهي ابق مع المجموعة دائماً. ستذهب لتنال الضربة القاضية التقليدية، وهي تحطيم القصبة الهوائية، بينما تمنع الجماعة فريستها من الهروب. من بين كل السنوريات في العالم تتميز الأسود فقط بكونها اجتماعية، وخاصة في وقت العشاء، فبعد إنجاز الافتراس يأكل الذكور أولاً دائماً، ومن ثم تأكل الإناث. ما يبقى يذهب للأشبال، وهو غير كاف غالباً. أحد أسباب عدم بقاء معظم الأسود حتى سن البلوغ، ولكن حتى أكبر سنوريات إفريقيا يتوجب عليها الاحتراس،
فهناك أحد في الخارج يريد سرقة وجبتهم. قليلة هي الكائنات التي قد تجرؤ على مواجهة لبوة مختالة، ولكن قليلة أيضاً هي الحيوانات التي تمتلك جرأة قطيع من الضباع. تتخذ اللبوة ملجأً في الشجرة كقطة منزلية متواضعة، ما يثبت أن قطيعاً كاملاً يهزم ملكة واحدة. تعد الضباع لصوصاً جيدة، ولكنها أيضاً صادة بارعة، وهي من أكثر المفترسات انتشاراً في إفريقيا. اليوم أسلوبها بسيط في السهول المفتوحة لمحمية سيرينجيتي. شكلوا نصف دائرة حول هذا القطيع من حيوان النوء، واختاروا أحد الشاردين منها. تقتل الأسود فرائسها قبل التهامها، كما يمكنها قضم وهضم العظام بواسطة فكيها القويين. وبواسطة معدتها الحديدية يحول الكالسيوم الموجود في العظام فضلات الضباع إلى اللون الأبيض. وهي اللواحم الوحيدة التي تأكل جلد الحيوان، فقط الشعر والقرون تذهب هدراً. يمكنها أكل ما يقارب خمس وزنها في جلسة واحدة، ويمكنها أكل اللحم المتعفن، لذا تدفن البقايا لوقت لاحق. وهنا تعد الضباع عصابة لا ترغب أي من الحيوانات اللاحمة أو العاشبة اللقاء بها. قد تبدو بحجم لقمة، لكن هؤلاء المحاربين الشرسين يلتهمون ما يفوق وزنهم. تمتلك أسرع فك على وجه الأرض، باذلة قوة تساوي أضعاف وزن جسمها. لا، ليس هذا. هذا سميت نملة الفك الصائد بذكاء، فهي مجهزة بفكين سفليين فائقي الحجم يبقيان في وضع الاستعداد بزاوية 188 درجة. هل تذكرتم لحظة لمس إحدى الشعيرات الحساسة بشيء ما؟ يطبق الفكان خلال 130 جزءاً من الثانية، وهذه سرعة خارقة تعادل 225 كيلومتراً في الثانية، أي أنها أسرع أعضاء المفترسين في عالم الحيوان. قارنوها نسبياً بقوة عضة القرش الأبيض الكبير، والتي تكاد لا تصل إلى وزنه. تعد قوة وسرعة نملة الفك الصائد مثالية لجلب الموت السريع، سواء لفريستها أو لنملة فك صائد أخرى. الآن تخيلوا لو أنها كانت بحجمهم. إلى جانب كونها مقصات كبيرة الحجم محمولة على أرجل، لقد طورت هذه النملة استخداماً محلياً آخر لفكيها. فحين تشعر نملة الفك الصائد بالخطر، فإنها تطبق فكها السفلي على الأرض أو على أي شيء قريب، وتدفع بنفسها بعيداً عن الخطر. تبدو كما لو أن قاذف حزام الأمان موجود على وجهها ليقذفها عمودياً لمسافة ستة أضعاف طولها. تتعرض هذه النملة للتنمر من بعض أفراد نوعها بفضل فكها السفلي الضخم المحمل بنابض، إلا أنها تهرب خلال لحظة. تهدد خمس نملات هذا الكائن الوحيد، ولكنه يؤدي قفزة نحو الخلف بإسقاط فكه كممثل مشاهد خطيرة. بالطبع لهذه الطريقة آثار عكسية. تحاول هذه النملة أخذ حصتها من هذه الدودة، ولكنها ترمي بنفسها بالخطأ بعيداً عن ميدان العض،
ما هو إلا إزعاج عرضي لنملة الفك الصائد العظيمة. الهروب السريع، القتل الخاطف. إنه مفترس بشعيرة زناد يجعلنا جميعاً سعداء لكونه ليس كبيراً كعضته. في أفريقيا تركز بعض المفصليات على الكم لا السرعة. يخاف البشر نمل السفاري، وكذلك كل من يسكن الغابة الاستوائية، لأنها تشكل معاً أكثر من مجرد مجموعة حشرات ضئيلة. إنها مفترس عظيم واحد ومتناسق. إنها تجتاح ضحاياها بأعداد هائلة فتقطعها إرباً وتعيدها معها لتطعم مستعمرتها. وينتشر الكشافة قدماً باحثين عن المزيد. لقد نالوا اليوم الجائزة الكبرى، وهي تل نمل أبيض في الغابة. يخرق كشاف أسوار الحصن ويتسلل عبر الأنفاق، وبعدها يشن الجيش اجتياحاً كبيراً جداً. يعيش داخل هذا الحصن جيش آخر تحكمه ملكة ضخمة ومغرورة. يحرس عدد هائل من جنود النمل الأبيض الأنفاق. إنهم أول من يكتشف قدوم الغزاة، فيضربون برؤوسهم على الأرض ليحذروهم، ولكن هذا النمل لا يأبه. يتم اكتساح حماة الأنفاق. في حجرة الملكة يحاول حماتها بلا أمل إعاقة الاجتياح وإزاحة كتلتها الضخمة إلى بر الأمان. يصبح القتال وحشياً ويتبارز الجيشان فكاً لفك. ويرتفع عدد الضحايا من كلا الطرفين. يتراجع النمل الأبيض خلفاً وتصعد موجة جديدة مندفعة إلى عمق الحصن. تصل تعزيزات النمل الأبيض من الأسفل. يغلب جيش نمل السفاري عددياً لأول مرة. تنسحب النملات الأحياء من ساحة المعركة تحت الأرض، تاركة خلفها القتلى والمحتضرات. لقد هزم جيش نمل السفاري الجرار. أنقذت القوة العددية ملكة النمل الأبيض وجنودها الأوفياء. بانتظار الهجوم القادم على حصنها الطبيعي.